الحالة ديالي ما انا خدامة ما بقى نقدر، وعندي ولدي مريض معاق، شكون يخدم لي عليه ولا عليه؟ إلا جبرت لي شي واحد يعيط لي يقول لي اجي جفف، نمشي نجفف سير سيمانة 15 يوم عاد يعيط لي. انا الزهراء مريني من مدينه تطوان حي البربوري، هذه من 2004 طاح لي الراجل ديالي هنا في تطوان، حي تطوان في الولايه، طاح من الشغل لعبوها مول الدار والمقاول بين بعضيتهم، ما عرفتش شكون فين الحق، هزوها مخبى عبان طنجة. أنا كنت حولة على شهري عبان تم من طنجة سبيطار محمد الخامس عباه سيبو، بقى تعفن بقى له نص ما بقى له حتى حاجة، وهذه من 2004 وأنا كنجري، رجلي بقى مسيب هنايا على الناس كيعتقونا والناس اللي يضحيونا والناس كيعطيو لنا ولادي ياكلوا والناس كيقولوا يشريو له الدواء والناس كيقولوا له عملية المحسنين. قايم بقينا هيداك حتى جاب الله من 2004 حتى 2013 عجب الله العمار مات الراجل، وانا دابا نطلب حق ولادي من 2000 من 2004 وانا نجري وباقي الحي انا باقا نجري وما كاين حتى شي حق. دابا نطلب من محققين ونطلب من سيدنا الله ينصرو يفتحوا لي هذا الملف، شوفوا لي الحال. انا عييت ما نفتش، عييت نطرق في البيبان، والبيبان الباب اللي نطرق فيه هلا شاد فوجي، انا نعيا ونجلس وعاون نوض، والحالة ديالي ما انا خدامة ما بقى نقدر، وعندي ولدي مريض معاق، شكون يخدم لي عليه ولا عليه؟ سنوات وانا كنجري عييت ما كان حتى شي حق، الباب اللي نشد ندق فيه على تشد فوجي، ولاد اللي بقاو ناقصين ما قراو ما قاو صنايع ما قاو، ولادي كلشي تفنس كلشي مشى وكل واحد شبر طريق. دابا انا نطلب الحق ديالي ونطلب من محسنين ونطلب من مسؤولين يشوفوا الحاله ديالي ويشوفوا الحاله ديال هذا الملف، واش هذا الراجل مات مشى عند الله ما عنده حتى شي حق بين هاد الناس هادو مع عبوا بين رجلهم، هذا اللي يقول عند هذا وهذا اللي يقول عند هذا، دابا تشوفوا لي الحال مع هاد الناس، واش هاد الراجل ما كيستحقش الحق ديالو؟ حقي وحق ولادي ضاع، انا قاين الا جبرت لي شي واحد يعيط لي يقول لي اجي جفف، نمشي نجفف سير سيمانة 15 يوم عاد يعيط لي. دابا انا تشوفوا لي الحال ديالي، انا عييت ما نفتش، هذه من 2004 وانا كنجري من جري، الولد اللي خلاني حبلا به 17 سنه في عمره ما قرا، كلشي ترش اسره كلها ترشت، راجلي مشى صغير ومرصي بقى 9 سنين في الركنه، عير الناس كيعطيونا فينا الفابور، عير الناس كيعطيونا يعطيونا ناكلو، قاول اللي يقول لي مول الدار، مول الدار اللي يقول لك مقاول بين بعطيت، أنا نعاني أنا نجري ونجري وباقا الآن نجري، أنا نجري ميلا في يوقف على رجلو حتى يوقف على رجلو ما يجينا لنا الحكم ملا تسقط الدعوة، أربعة هاد الأحكام هادو ما هي لا تسقط، ما عرفتش الحال ديالي ما عرفتش أنا ما عرفتش واش ما عندي حق فهاد البلاد ما عرفتش، الله ينصر سيدنا، شحال مرة وأنا كيجي سيدنا لهنايا وشحال مرة كنت نمز الملف ديالي ونجي باش نمشي عند سيدنا، أو كان خاف نخلي ولادي مسيبيني أو يضربوني أو لم يتعدى وأنا عدري وشي أو أمية وما كان عرف شي، أو نجي عون كمدا قلبي ونجي في حالي الدار ونبكي وصافي وأنا ماشية وصافي مع الظروف. أنا كنت قهر أنا قهرة في الدنيا قهرة مقهورة، ولا أنا ولا ولادي مقهورين، ما عندنا عيد بحال الناس، ما عندنا عيش بحال الناس، ما عندنا حياة بحال الناس، ما عندنا حتى حاجة بحال الناس، الناس اللي دخلوا لي الضويوي والناس اللي خلصوه والناس اللي دخلوا لي الماء والناس اللي خلصوه، غير الناس كيقفوا فيا الفخر،
والأسرة كلها شتتت والأسرة كلها مشات وانا دي بقى مسيبين وانا بقيت مسيبة كل شي بقى مسيب.